الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ويسر للسالكين من طاعته الأسباب ووعدهم بالجزاء الأوفى وحسن المآب. والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجكم برنامج جمال القرآن. أعزائي المشاهدين، في مستهل هذه الحلقة اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي في الاستديو، فضيلة الشيخ سليم، شاب من شباب القرآن الكريم، يحفظ القرآن الكريم بالقراءات العشر الصغرى والكبرى. أهلا وسهلا يا شيخ سليم، أهلا ومرحبا، شرفتنا في برنامج جمال القرآن. تشرفنا بحضرتك. كما أرحب أيضا بضيفي في الاستديو فضيلة الشيخ أحمد عبد المالك حرك، أيضا قارئ ومن علماء القراءات، شرفتنا في برنامج في رياض القرآن الكريم يا شيخ أحمد، وسعدنا بكم، وإن شاء الله نراكم في حلقات أخرى إن شاء الله. إن شاء الله. قبل أن نشنف آذاننا ونستمتع بتلاوات ضيوفنا، أنبه وألفت عناية حضراتكم أننا في برنامج جمال القرآن الكريم نستضيف المواهب القرآنية، فأهلا ومرحبا بالقراء والمبتهلين والمنشدين والخطباء والشعراء، كل من يرى في نفسه موهبة من هذه المواهب ويريد أن يشارك معنا في برنامج جمال القرآن الكريم يتصل بنا على الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة، وإن شاء الله سنستضيفه معنا في برنامج جمال القرآن. تعالوا بنا لكي نستمتع بتلاوة مباركة بصوت الشيخ أحمد عبد الملك حرك. تفضل الشيخ أحمد، المايك مع حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش سيقولون لله
سيقولون لله قل فأنى تسحرون قل سيقولون لله بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة تعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون
وقل رب أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. حتى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي عليكم فكنتم
قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم
أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا صدق الله العظيم. أحسنتم سيدي لفت تعليق صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا يا شيخ أحمد، أن تعتنى بهذه التلاوة وبهذا الصوت الندي، فتح الله لك فتوح العارفين. شيخ سليم، طبعا الشيخ سليم سمعنا حاجة بالقراءات بقى، يعني إن شاء الله سمعنا إيه النهاردة؟ إن شاء الله نقرأ من سورة الفرقان. يعني قراءة إيه؟ نجيب قراءات ولا حفظ؟ ورشو وحمزة برضه. طيب مش تفضل يا شيخ سليم. بس قبل ما نبدأ معك يا شيخ سليم، بس أذكر السادة المشاهدين، من أراد أن يشارك معنا في برنامج جمال القرآن من القراء والمبتهلين والمنشدين والشعراء والخطباء، فليتصل بنا على الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة، وإن شاء الله نستضيفه معنا في البرنامج. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا أستاذ محمد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. أنا والله كنت محتاج منكم مساعدة، يعني حضرتك عارف أنتوا الناس يعني حافظين القرآن، ربنا يعني ممكن تساعدوني يعني. طيب تواصل مع الكنترول بعد الحلقة إن شاء الله، جزاكم الله خيرا، شكرا. تفضل يا شيخ سليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا.
الذين يمشون
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فتح الله لك يا شيخ سليم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة حان الآن موعد أذان الظهر، ويرفع الأذان فضيلة الشيخ أحمد حرك. تفضل يا شيخ أحمد. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة. نسأل الله عز وجل أن يرفع عن بلادنا البلاء والوباء، وأن يحفظ جميع المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يذهب الهم عن المهمومين. اللهم آمين. شيخ سليم، يعني عايزين نسمع من حضرتك سورة الضحى ولكن مرتل بقراءة خلف عن حمزة، برواية خلف عن حمزة. تفضل. حاضر. عشان نختم مع الشيخ أحمد حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلي وللآخرة خير لك من الأولي ولسوف يعطيك ربك فترضي ألم يجدك يتيما فهاوي ووجدك ضالا فهدي ووجدك عائلا
هم الساء صدق الله العظيم. فتح الله لك ان شاء الله من طريقة طيبة كمان ان شاء الله يفتح عليك. اعزائي المشاهدين، الفت عناية حضراتكم انه من يرى انه صاحب موهبة في تلاوة القرآن الكريم، سادة القراء والمبتهلين والمنشدين والشعراء والخطباء، ويريد ان يظهر معنا في برنامج جمال القرآن، يتصل بنا على الأرقام الموجودة أمام حضراتكم على الشاشة، وإن شاء الله نشرف به ونستضيفه معنا في برنامج جمال القرآن. شيخ أحمد، عايزين نختم هذه الحلقة بتلاوة بصوتك الجميل، تفضل يا شيخ أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة يسبح له فيها
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا والله يرزق من يشاء بغير حساب ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. ما شاء الله الجمال ده شخ. فتح الله لك بارك الله فيك وجعل هذه التلاوة في ميزان حسناتك اللهم آمين. طيب يا شيخ أحمد والله بارك الله فيك. طبعا اليوم ذكرى الذكرى 32 لرحيل القارئ صاحب الحنجرة الذهبية شيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله تعالى. تعالوا نسمع سورة الشرح وبعدين هختم الحلقة بإذن الله تعالى بتلاوة أحاول أن أحاكي فيها فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. سمعنا سورة الشرح يا شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ربنا يبارك فيك. هو ده نمبر 1 هو ده الأسطورة هي دي الناس اللي فعلا التي تشرفنا.
يعني نختم في دقيقة أو دقيقتين في تلاوة أحاول أن أحاكي فيها سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد في ذكره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. شرفتنا يا شيخ سليم وشرفتنا يا شيخ أحمد في برنامج جمال القرآن، ونتمنى إن شاء الله أن نسعد بكم في حلقات أخرى إن شاء الله. الشكر موصول إليكم أيضا أعزائي المشاهدين على طيب متابعتكم. أترككم في رعاية الله وأمنه إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.